إذن هكذا التحديات متابعينا الكرام، نحييكم ونجدد لكم التحية والترحيب مع انطلاقاتنا وتحديات هذه الأسماء التي هنا دائما ما تكون حاضرة ومستعدة للانطلاق والتحدي والمنافسة فيما بينها. الشعارات المختلفة الألوان التي هنا حاضرة مشاهد الأعزاء، أيضا شعارات لها صولات وجولات في ميادين السباقات. شوطنا الخامس هنا ينطلق حاملا في طياته البكار المحليات رصايل سن اللقاية وأربعة كيلومترات. نبدأ مع مقدمة هذا الشوط، نبدأ مع هوايل مسلم بن ناصب يعان الشامسي من يتواصل في هذه لحظات. يقدم لنا هوايل، بينما المركز الثاني التواصل من قنايب سيف بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري يقدم شعاره أيضا على ثاني التحديات. بينما ثالث الأسماء هناك القدوم من غازية عمر بن محمد بن قران القتبي، بينما هناك الوصول وهناك التقدم أيضا في هذه اللحظات على مستوى المركز الخامس، والوصول أيضا في هذه اللحظات من العاصمة حمدان بن محمد بن مبروك بن طماطم العفاري يأتي هنا على مستوى المركز الخامس. بينما سادس التحديات هناك قمري ناصر بن حمد بن محمد العفاري، بينما هنا الدخول على سابع الأسماء يأتي شعار بن كرامة يأتي في هذه اللحظات مع مياسة سالم بن كرامة بن عيضة العامري، بينما هناك الدخول على تاسع الأسماء ويتواصل في هذه اللحظات مع ميزة مبارك بن حمد بن دليل بلويع العامري، بينما هناك الدخول والتواصل أيضا في هذه اللحظات مع عاشر الأسماء يأتي هناك شعار حمد بن قريع بن روس العامري. هذه نتيجتنا للعشرة الأسماء المتقدمة هلولة. لنا عودة إلى مقدمة هذا الشوط بعدما أكملنا النداء، بعدما أكملنا النداء للعشرة الأسماء المتقدمة هلولة، لنا عودة إلى المركز الأول. إذن عودتنا هنا متابعينا الكرام إلى شعار أبو عمر يتواصل في هذه اللحظات. سالم بن كرامة بن عيضة العامري يتواصل في هذه اللحظات، يقدم لنا شعاره وإبداعاته مع مقدمة هذا الشوط، مقدما لنا مياسة في هذا المسار وفي هذا التحدي. سالم بن كرامة بن عيضة العامري، بينما هنا التواصل من هوايل مسلم بن ناصب بن يعان الشامسي يتواصل في هذه اللحظات على ثاني الأسماء، بينما المركز الثالث الوصول والقدوم في هذه اللحظات من الواعية عبيد بن محمد بن حمد الدرعي هنا يتواصل في هذه اللحظات على ثالث الأسماء، بينما المركز الرابع الوصول من مياسة هناك أيضا أو سياسة سهيل بن خيرات بدودة بن سيف العامري، بينما هناك القدوم وهناك التواصل في هذه اللحظات أيضا يأتي مع صعايب حمدان بن حمد بن محمد بن سعيد الدرعي هنا قادم في هذه اللحظات. وبدأنا أيضا نقادر لوحة الكيلو المتر الأخير هنا مشهد العزاء، يأتي هناك مشهد العزاء أيضا القادم هنا، ولكن عودة إلى الصدارة نكتفي بهذا القدر. هنا شعار بن كرامة يأتي على مقدمة هذا الشوط،
مقدما لنا مياسة العود هنا للإنجازات تعود، ولكن القدوم من صعايب، القدوم من صعايب حمدان بن حمد بن محمد بن سعيد الدرعي هنا يتواصل يتقدم في هذه اللحظات ما شاء الله بتحدياته بانطلاقاته هنا مع مقدمة هذا الشوط. صعايب صعايب صعايب، والظن فيها ما هو بخايب، الظن فيها ما هو بخايب. هذه صعايب ما شاء الله تتقدم بأداء رائع، تتقدم بخطى ثابتة إلى خط النهاية إلى بودرة الانتصار. يتواصل في هذه اللحظات مع صعايب في هذا المسار وفي هذا التحدي حمدان بن حمد بن محمد بن سعيد الدرعي ما شاء الله. صعايب صعايب، والظن فيها ما هو بخايب. سلام يا صعايب سلام، تهانينا والناموس لمالك صعايب ومن قدم لنا صعايب في هذا المسار حمدان بن حمد بن محمد بن سعيد الدرعي، تهانينا والناموس. المركز الثاني كان الدخول أيضا من هواي المسلم بن ناصر يعان الشامسي، ثالث الأسماء كان الدخول من مياسة لسالم بكرام العيضة العامري. إذن تهانينا والناموس لمالك هناك صعايب حمدان بن حمد بن محمد بن سعيد الدرعي على هذا الفوز والانتصار. 6 دقائق 22 ثانية 50 جزءا من الثانية، تهانينا والناموس.